شوفوا هاد مجوهرات غزة شنو جاب لنا عاود اليوم، اش من جديد كاين؟ اي اي تبارك الله، اش ديك التحفة عندك في الكاوكاس يا زكريا؟ هادشي علينا ولا؟ سيدي هاد الضحك مخبيه ان شاء الله حتى نهار العيد. فاش جيتي والله سيدي فاش جيتي جبتي لك نعطيو الكليان ديالنا هذا وغيكون فيه واحد الثمن تقريبا هدية ثمن ديالك. شوف هاد الخيط تبارك الله كبير، شوف شوف. تزوجتي عليا انت انت مين؟ هذاك ناوي نديرو لهم حتى العيد ان شاء الله. وكيفاش جيت يا سيدي؟ عطيو الكليان ديالنا، شوفوا هذا الخير كي داير. ها انتم زوميلهم على اليد الطايب باش يشوفوا تبارك الله الخدمه. الصناعه المغربيه التقليديه. هذا كولي بالكولي العرق لي بوكل وبلا باك والبغاسلي. هذا كله غنعطيكم اللي ديطاي عليه. شي ثمن اسيدي كذا. الثمن غادي يكون الصدمه، الصدمه ديال 2023 ان شاء الله. هذا لونسومبل كامل فيه اسيدي 54 غرام. ايه الثمن الجرام ديالو هو اللي غيكون جد جد مناسب، ديال 500 درهم للجرام فقط، يعني الثمن الحقيقي هو 560 درهم، اليوم غير 500 درهم مجوهرات غزة، يعني الثمن اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. كلشي يلبس الثمن مع مجوهرات. الثمن كله فيها قلت لكم 54 غرام، الثمن الجرام 500 درهم كيتقام 27000 درهم، 2700 ديال الاورو، البراسلي فيه 5.9 في القوطة، يعني فقط حاجة وحدة اللي كاينة هو البراسلي فيه واحد الخبيشات هنايا واحد الآخر، يعني ما ماشي تهريسة ما والو، حنا كنوريكم كاع لي ديتاي كيف كتشوفوا، ولكن غادي تغسل هذا الشيء كيتصيفط لك جديد، يعني حنا كنوريكم بعدا شنو كاين، وهذا الشيء ما كيهمش، المهم اللي بغى هذا ما عليه غير يتصل بالنمرة ديال الواتساب اللي هي 0921 24 02 46 ومرحبا بالجميع.